من جديد أهلا بكم سادتي الأكارم أينما كنتم في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية التي تأتيكم دائما ضمن برنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة نبدأها بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية عن الحالة الجوية المتوقعة في البلاد لليوم الثلاثاء، حيث سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم فوق المرتفعات الجبلية. درجات الحرارة سترتفع قليلا لا سيما في المناطق الجنوبية، مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. أما طقس يوم غد إن شاء الله سيكون الطقس صحوا، درجات الحرارة على العموم سترتفع قليلا وتنشط الرياح في شرق المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار، مسببة طبعا تصاعد للغبار. مدى الرؤية سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار ما بين 3 إلى 5 كيلومتر. أيضا بعد انخفاض الحرارة يوم أمس واليوم هنالك توقعات بارتفاع في درجات الحرارة وحتى نهاية هذا الأسبوع، وتسجل نهاية الأربعين تقريبا في المناطق الجنوبية وبشكل أقل في باقي المناطق نتيجة تنامي وتطور المرتفع الجوي على الأجواء. ستكون أيضا الرياح تستمر شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط على فترات لتسبب تصاعد في الغبار، والله أعلم. أما درجات الحرارة التي رصدت فهي كالتالي: نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، أجواء مشمسة في بغداد، 29 درجة مئوية فقط الصغرى لهذا اليوم العظمى، 44 بحسب المختصين. أما لو انتقلنا إلى أقصى الجنوب في البصرة الفيحاء، أجواء مشمسة في البصرة، 33 درجة مئوية فقط بدأت منذ ساعات الصباح ومتوقع أن ترتفع لتسجل 46 كذروة للعظمى. هنالك في الشمال في أربيل تحديدا الأجواء أيضا مشمسة في أربيل كما تلاحظون، 27 درجة مئوية الصغرى والعظمى 41، الأجواء ستكون مشمسة أيضا في أربيل. في محافظتنا المقدسة كربلاء الأجواء أيضا مشمسة وسجلت لهذا اليوم 31 الصغرى، أما العظمى متوقع أن ترتفع لتسجل تماما 45 درجة مئوية كما قدرها المختصين. أيضا ننتقل بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذيقار تحديدا، ما بين 32 درجة مئوية صغرى إلى عظمى 45، الأجواء متوقع أن تكون مشمسة أيضا في ذيقار. أما في السليمانية سادتي المشاهدين حيث الشمال كما تلاحظون الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة تعتبر يعني منخفضة تماما عما يسجل في الجنوب والوسط، 23 درجة مئوية الصغرى 41 درجة مئوية فقط سترتفع العظمى، الأجواء أيضا مشمسة في السليمانية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في محافظة بابل تحديدا الأجواء مشمسة أيضا، تبدأ ب 30 درجة مئوية وستنتهي عند 45 ثم تعاود الانخفاض. جنوبا في ميسان كما تلاحظون 37 درجة مئوية الصغرى، سترتفع تقريبا 10 درجات لتسجل 47، أجواء حارة ومرهقة هنالك، أجواء أيضا مشمسة في ميسان. أيضا بالعودة إلى شمالنا الحبيب في دهوك تقريبا من أكثر درجات الحرارة انخفاضا هنالك كما تلاحظون 26 درجة مئوية الصغرى 40 العظمى، الأجواء ستكون مشمسة أيضا في دهوك. إلى غرب العراق حيث الأنبار كما تلاحظون أجواء مشمسة بدأت ب 30 وستنتهي ذروة العظمى عند 42 درجة تقريبا. أيضا ننتقل سادتي المشاهدين بالعودة إلى الفرات الأوسط، 32 درجة تماما الصغرى سجلت ومتوقع أن ترتفع العظمى لتسجل 46، الأجواء أيضا مشمسة هنالك. إلى محافظة الديوانية كذلك لا تختلف الأجواء فهي مشمسة، بدأت ب 31 درجة مئوية متوقع أن ترتفع لتسجل 45 عظمى أيضا في الديوانية. إلى الموصل 29 درجة مئوية الصغرى 42 عظمى، الأجواء أيضا ستكون مشمسة هنالك في الموصل. أما في محافظة ديالى أيضا أجواء مشمسة في ديالى، بدأت ب 28 درجة مئوية تقريبا الصغرى، أما العظمى متوقع أن ترتفع لتسجل 43 بحسب المختصين. أما في محافظة واسط الأجواء في واسط مشمسة، بدأت ب 29 درجة مئوية كصغرى، متوقع أن ترتفع العظمى لتسجل ذروتها 45 درجة، الأجواء ستكون مشمسة أيضا
في محافظة واسط. أو ننتقل إلى محافظة صلاح الدين، 29 درجة مئوية الصغرى في صلاح الدين، بدأت متوقع أن ترتفع لتسجل 43، والأجواء أيضا مشمسة في محافظة صلاح الدين. أما في محافظة كركوك، في كركوك 31 درجة مئوية سجلت الصغرى، 43 العظمى، الأجواء أيضا ستكون مشمسة هنالك في كركوك. أما في الختام إلى المثنى، المثنى أيضا أجواءها مشمسة ودرجات حرارتها ما بين 30 درجة مئوية صغرى وعظمى، متوقع أن تسجل 45 درجة بإذن الله تعالى. هذا كل ما رصد سادتي المشاهدين وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى سواء في العاصمة الحبيبة بغداد أو باقي المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية. هذه عودة للزملاء مالك ورياض لتكملة ما تبقى من الفقرات. إلى اللقاء.